شو أخوتي شو عظمة الخالق أخي خالد سبحان الله. طلع ما تسخاشي منه، الهبوط ما تسخاشي منه، أي حاجة ما تسخاشي منه في هاد السيناريو. أتوب قالوا ما عليها شي واقيلا تحسن الليلة تطلع كامل. هنايا تسلس باقي حتى واحد ما سطام عليه. أنت سطام عليه أنا؟ أهو سطام عليه محمد هو الأول. خوتي أقعد تسكالي وأقرب الأماكن أتعيش أحسن تجربة تسلس. التجربة تسلس اللي أتعيشوها هنايا. تدري ما تعيشوهاش كيف أنا متأكد 100%. نبيل قال لك هذا الدار هذا يا سيدي تا واحد ما كيزعم يدخل شو الدار كتصافيني شاف الغابة أخوك تبل واقف ما كاينش حاجة شنو نتاعك صح قال لك أخوتي شي واحد من هنا العام اللي فات هاودو جات الهليكوبتر يسنى هنا هزوهم في الهليكوبتر فوقاش العام اللي فات هادشي غير العام اللي فات هادشي اللي طلعنا فيه قبيلاتي دابا غادي ما قادريش نهودو قلنا بلا ما نهودو انا هودو قاسم قلت شوف كالي كالي حصل حصل شوف شوف اي بطانة كالي 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 جوشي جوشي السلام عليكم خوتي اليوم ان شاء الله قمه جديده كما العاده هذه القمه ان شاء الله غادي تكون هي قمه جبل تيدغين اللي كتعتبر اعلى قمه في الشمال العلو ديالها 2400 دابا كنتواجدوا بدوار اصيله الاقليم الحسيمه نواحي ديال باب برد وان شاء الله نبداو الانطلاقه ديالنا من هذا الموطع هنايا خليكم مع المسار والطراج ان شاء الله كيفاش يقول اخوتي كما كتشوفوا هذا هو دوار اصيله عندهم هذا النوع ديال الفلاحه كما كتشوفوا هذه الفلاحه ما كتخليش خليش نجيوها في التربه اخوتي معنا يسرى بغات تعمل واحد المبادره صراحه في مستوى جابت الحلويات بغات تفرقهم على العيال اللي كتلقاهم هنايا على فكره واعره بزاف وكنتمنى اي واحد طلع يعمل راندوني ولا طلع يعمل شي قمه في اي مطعم ماشي ضروري هنا في تيدغين ولا شي حاجه يعمل هاد الفكره هادي كتدخل الفرحه وكتدخل البهجه على العيال رغم من ان المبادره بسيطه بزاف ولكن التاثير ديالها على الاطفال ضد الدوار كان كبير بزاف اللي هو الابتسامه ديالو وهذا اضعف شيء يقدر يقوم به اي واحد وحتى الاصغر الكبير اللي كتسبح مع عند الله سبحانه وتعالى بحيث النبي صلى الله عليه وسلم كان عزيز عليه الاطفال ومن اللي كيتصادف معهم في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم اللي كيبادر بالسلام اولا باش كيزرع الثقه في النفوس ديالو حيث قال صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا شنو اسمك محمد فتحالك
خوتي غير كنشجعوا اي واحد طلع عند شي قمه ولا اي واحد بغى يطلع في يدو شي حاجه، المهم غير باش يفرح هاد البابا تبارك الله ما شاء الله. اللي قدرت بالحلوه البسيطه شي حوايج عندك في الدار، ابسط الايمان الحلوه البسيطه كيفرحوا كيشوفوا بابا نجا. المهم انتينا كطلع تستمتع بالطبيعه وهما كيستمتعوا بالوجود ديالك هنا. نتمنوا من الله هاد الميساج يوصل اي واحد وصل شي قمه ولا جا بغى يعمل شي رحله ولا شي حاجه يعمل هاد الفكره بالو. نطلبوا الله خير. تحياتي لكم اخوتي. اخوتي اجبرتونا دابا حنا طالعين صافي نطيق القمه. ايوا كما كتشوفوا اخوتي حنا بدينا دابا الطواجي ديالنا القمه ان شاء الله، والتلج موجود والماء موجود، وهاد الناس فيهم واحد الكرم ماشي عادي اللي كتلاقاه كيقول لك مرحبا بك اجي تفطر معنا اجي تغدى معنا، الابواب ديالهم مفتوحه. تحيه للناس ديال الاقاليم هادو، تحيه للناس البسطاء. كنجبر ما نقول والله العظيم ما كنخرج كنتصدم بهاد الكرم اللي فهاد الناس وهاد العفويه اللي فيهم. شعلة جامعة تبارك الله خي خالد، اللي عجبك في هذا الاقليم مازيلا اخي خالد هي الجوامع. كتاخذ الجوامع بزاف وكيعطيو لها واحد القيمه، فهمتي كيفاش؟ بحال الله كتجبر الضيوف ما مصبوغين ما والو، الجامع مهالين فيه. كما كتشوفوا معنا اخوتي تبارك الله الشجر ديال الله هنايا ما شاء الله مغطين الغابه. وصلنا لواحد احمد الصراحه ماشي عادي تبارك الله ما شاء الله. وفين هو عاوجاك اختي طلعت؟ سوائل نتلاقاو مع ذاك الشيء. تبارك الله يا خاي نبيل. فين ماشي انا خالدي؟ تيدغي ان شاء الله. ان شاء الله. المقاومات الطبيعيه والايكولوجيه كذلك التراثيه كتواجه خطر الفقدان اذا ما ناضت الجهات المعنيه لحمايه هذه الايقونه اللي نعمنا بها الله الشامل. كيف ما قلت لكم في اول فيديو فان جبل تيدغين تعتبر اعلى قمه جبليه في سلسله جبال الريف، وعنده واحد موقع طبيعي متميز وغطاء نباتي وغابوي متنوع واللي كيطغى عليه اشجار الارز اساسا، بلا ما نتكلموا على منابع المياه الكثيره اللي غنكتشفوا جميعا في هذا الفيديو. هاد المقومات اللي خلى من جبل تيدغين وجهه سياحيه منذ السبعينات، حيث كان توافر ديال السياح الاجانب بكثره حسب قول سكان المنطقه. سي خالد ها هو سنين ما خلف هذا الاخ هذا ها هو من هنا متي دغين من ازيلان سينا من ازيلان قال لك التلج موجود تبارك الله تقريبا سيمانه هو كيطيح التلج هنايا باقي لحد الان ما زبرناش التلج ولكن حنا واقف العلوم وخافي شحال ما نزيدو نطلعو ان شاء الله شحال ما يزيد اي بهذا الجو غادي نجبرو التلج كثر ان شاء الله. شي شواين كانت هذه كامله جزا واحده قوه التلج اللي كان وكذا دابا نقص التلج بقى غير في القمه شي حاجه دابا ديك التلج اللي كان هنا وصلنا لها بعدا على انطاوي. هي ديك البيكه فين خليناها باقي باطنا العقابي على حسب هاد الدخل فين ماشي 100 وواحد 4 ساعات باقي ما ضربناش حتى 15% من الطيخ. انتم اخوتي انتم بدا كيبان التلج شي حاجه نبيل هذه شلطتني هاي واخا عليك. واحد الاحساس وسط هاد اشجار الارز وهاد الطبيعه العذراء، الواحد ما يقدر يقول غير سبحان الخالق والحمد لله على نعمه. خليكم تمتعوا اللقطات. ضربنا ما تيسرنا الطريق، بدينا كندخلو في التولوج، بدينا كنقابو اللي علو الجبل، ما شاء الله، حمانضة هنا يا سلام، صراحة حمانضة ما تسخاش من، إيوا تيها،
وهنا زاد اللون ابيض واحد الجبليه ماشي عاديه بين هاد الاعصار الاوس. ما نقدرش نوصف هاد الشيء بالكلام حيت هاد الشيء خصك تعيش وتحس بهاد الجمال اللي نعمنا الله به سبحانه وتعالى. اللهم اتم بها نعمه. وصلنا لنقطة السياحة الأولى اللي وقفنا نتأملوا في ملك الله وفي نفس الوقت نرتاحوا حيث باقي بغارتنا الطريق طويلة. أخوتي كما كتشوفوا هاي بلاكة تيدغين هاشي بلاكة تيدغين العلامة علامة تشويبية بطل ديالنا الغزل. شحال باقيين تيدغين؟ واحد كيلومتر فاصله 3. المهم اخوتي كما كتشوفوا باقي 1.3 كيلومتر هي اللي باقا انت دغيا ان شاء الله ما باقي والو. راه ضربنا اكثر من 80% ديال الطريق ضربناه. المهم اخوتي الصراحه واحد البيونايه الصراحه ماشي عاديه كما كتشوفوا الحدوبه والطبسل باقي لا عرفتوني شنو غادي نعمل. خليكم مع اللقطه. من بعد ما ارتحنا وغطينا النفس باش نستعدوا للعقابين اللي مازال بغاضنا شقينا الطريق ديالنا وسط الاطغال. كل ما كيزيد الارتفاع كل ما كتزيد كثافه الثلوج وانت كتخلف في هذا المسار بين الاشجار والثلوج كتحس براسك كانك في سويسرا. ما تقولش كاع هذه المنطقه كاينه عندنا في الشمال بين احضان الريف وبالضبط اقليم حسيمه على عكس ما كتعرفوها غير بالبحور. اليوم غادي نبدل النظره ديالكم والفكره اللي كانت عندكم قبل على الحسيمه أو الشمال بصفة عامة. هنايا تسلس باقي حتى واحد ما اصطام عليه. هو اصطام عليه محمد هو الأول. شوف أخوتي شوف شوف. ما شاء الله. اصطامي كاملين ديالنا حنا اللي عملنا. شوف زوج شحال كاين. شوف 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 محمد تحية للتلج. وكاين الشمشة خوتي اقل تسكالي واقرب الاماكن غتعيش احسن تجربة التلج اللي تقدر ما تعيشهاش في إفا. كنظن التجربة التلج اللي غتعيشوها هنا في تيدغين ما غتعيشوهاش في إفا. انا متأكد 100%. كما كتشوفوا اخوتي طالعين واحد العقبة 90 درجة واقفة ما انا وياكم. شوف العقبة هو خوتي كنطلعوا جبل كنتصدموا بجبل واقف عليه. هانتوما هاد الجبل كامل طلعنا صدمنا قال لك باقي باقي الطلعة هادي كامل. حنا طالعين معاها شوية بشوية وان شاء الله غادي نوصلوا والقمة ما بقى لها والو. بدون تعليق هانتوما كتشوفوا كلشي باين. الصحفة احد السباحة مع خيام الحميد
خايب حامد تي كاين مع لهاد الطلعه غايا في الروعه حامد هاد العقبه هادي خا ولكن تستاهل تي نرتاحتي خليا كتهضر عاد وصلت العقبه انا كيما قلت لكم هيدا وقت انتما خوتي القمه راهي هي القمه فين كاين ديك الدار القاصدي فهاد اللحظه هادي ما غادي يكون باقي لنا الا دقائق معدوده ان شاء الله باش نوصلوا للقمه اخوتي القمه ما بقى لها والو ان شاء الله هيا انفصلينا تبارك الله كاين واحد الامه بنادم هاد الحد هذا طلعوا الناس بزاف تحيه السي خالد تبارك الله عليكم السي نبيل الله عليا هانتوما اخوتي هانتوما العقبه اللي طلعنا الله اكبر الله اكبر هاني كنهبي خالد كي قال لي مع هذيك العقبه اللي ضربنا اخي خالد بحال اللي طالعين في الحيط ولكن بالمجهودات ديالنا الشخصيه بالمعدات بروفيسيونال العقبه ماشي سهله ماما المهم هيا بلاكه ثانيه اخوتي انفصلينا ما كاينه بلاكه كما كتشوفوا هي بالضبط هذا اخوتي اقليم ازيلا الا نتحاك اخوتي القمه حنا وصلنا لها دابا الشعار كتامه دائما وابدا يا طلاق اخوتي نصبوا النوبه باش نتهوا اخوتي كما كتشوفوا ها هي البلاكه عليها واحد الطحاس ماشي عادي اتبقى له ما عليها شي واقيلا الطحاس الليل هاد البلاكات ها انتما فيو بانورامي هو بوكزين من هاد غندور واو تبيهم كاملين فيهم بلايك ولا غير واحد غير بلاكه يعني هادي شي جد بلايك عاود فيه مشاكل فيه مشاكل وقع واحد بالبال هو مزيان كانت عندها السياحه اللي كتبادر نو صراحه واحد الحاجه كيعيبلوها ناقصه هو الانسان كيكون كيسين كيما دابا كيجمعش هنا واحد الكفاءه وهنايا فاهم الكامل تاو هنايا واحد الفيستا هذه اللي جايه اللي جايه هنا المطعم مسمي عندهم باب البغله باب البغله هنايا هاد الفيستا هذه كتمشي هاد الدوار هادو بلاكه هي كما كتشوفوا باقي ما بغاتش يتخوى المهم اخوتي واحد الدنيا كانت عامره خوز ناسي خاوين احنا هادي بحالنا دابا صراحه بغيت نبدا شي حاجه في السينما تيكون نعمل شي لقطات مزيونين ولكن ملي كيكون تحاس وبنادم بزاف تعاوه ما كتسمعش هاي كنا كنخليناها دابا عندهم هنايا كيعملوا فيها بايصه كيعملوا فيها حبيبي المهم بغيتي تاكل مثلا طلعتي ما طلعتيش الماكله ديالك ماشي مشكل جلست تما تاكل المهم اخوتي هذا مكان تيبغي كانت هي هذه ونحاولوا نشاركوا معكم شي لقطات ملي نكونوا هوادي ان شاء الله تحياتي لك اخوتي الجبل اللي طلعنا فيه قبيلاتي دابا غادي ما قادرينش نهودوه قلنا بلا ما نهودوه انا نهودو جالسين كيتسمى شوف كالي حياتي حينا فيه هاي داك اسعمال الله هو دابا قال لك اخوتي شي واحدين هنا العام اللي فات هاودو جات الهليكوبتر يسنونا هزوهم في الهليكوبتر فوقاش العام اللي فات هادشي غير العام اللي فات قال لك اخوتي العام اللي فات شي واحد المهم هادشي اللي عملناه ما كننصحوش بها اخوتي فهمتي اي واحد يعمل هادشي خصو يعرف المواطع فين يعادلو ويعرف كيفاش يعمل داكشي فهمتي ما يجيش ويعمل داكشي شي راه هبيسك بزاف كما قال لكم السيده هو ولد المنطقه العام اللي فات شي واحدين هاودو في هاد الجهه هادي ديك الصوصو صايبه بحال اللي عملنا دابا حنايا جاو في الحجره الكبار وصلت هنا لابولانسيا لا حتى حاجه الهليكوبتر جات عندهم هزات حنا ماشيين باقيين هوادين اخوتي شو السيد كيفاش هاود ها كيفاش هاود هادي هي الهضره هاي داك انت هما اخوتي هاي داك انا في الفاضي سني احمد ضاو انفصلي لي خاوية من داخل شو هادي الصوت ديالها هادي عامر هادي عامر وهادي خاوية
ما شاء الله تعالى شي جو سبحان الخالق تي كيجيب الهيبه ما شاء الله سبحان الله العظيم لا شي جو هذا الله وزاخوتي شي جو هذا الله زعما شي عادي اخي دابا اخي خالد هنا نصاوبو خالد ديالنا هاي داك كيما كنتي في الاول خالد خلي هاي صافي اخي تو اخوتي تو 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 عظمة الخالق اخي خالد سبحان الله واحد ميتو في هادشي قول غير سبحان الله تو ندخلو بين واحد جوج شجرات ماشي عاديين تبارك الله طلع ما تسخاشي منه الهبوط ما تسخاشي منه اي حاجه ما تسخاشي منها في هاد التيبغي واخا تما راهو الخلفه تفزك تفزقنا كاملين ضابو غير خصك الامباميابلي واخا الامباميابلي ما يقضي معك والو ها ملي كتبقى هوات في الجبل كتزحلق كيما شفتو قبيل واخا تكون لابس كتفهم اخي ما كاين في النوط فايس واخي ما كاين في الجاكوت ما يقضي معك والو اخوتي عاول على تلبسك غاتفزك وفين تصافي بين اخوتي شني بالكم نهودو ولا ما نهودوش على عزه اموي ما خوتي ضابنا تقريبا واحد ماشي بزاف واحد الكيلومتر 300 في الهبوط ودابا وقفنا هنا مع الاخوان خاي نبيل صحه لا خاي خالد يوسف يوسف من تلغين نار كبير هذا خاي عادي لا هو عاود عادي احسن مصور في العالم دابا وائل خاي المعده توزع تني ها انا عاود اسي احنا هوادين دابا من بعد ما كلينا وسالينا احنا هوادين اتواك الله كما كنقولوا وكان تعطلنا على الدار ونبيل احنا هوادين الصعب احنا في الطريق احنا هوادين دابا احنا قرابين ليلك هاي هذيك الدبابة اللي كنا تصورنا معها في الصباح كان اللون ديالها قهوي ودابا اللون ديالها اخضر وصلنا لواحد الدار كيقولوا لها الدار دو غابة قولوا ليها مسكونة حتى واحد ما كيزعم يدخل لها كل اليوم ندخلوا لها نشوفوا شني كاين ندخلوا ان شاء الله بسم الله شو الدار كتصفينيش في الغابة اخوتي الدار كتصفينيش في الغابة ما كاين والو اخوتي غير الخزعبيلات بنت لي فحال شي حاجه قازت تما شوف شوف الهيبه فيها ها الهيبه المهم اخوتي ما كاين والو من داكشي غير تكهنات الناس من المنطقه وصافي ساخنو جديد هزوم دابا شنو اسمك؟ نتينا ايمن نتينا؟ ونتينا؟ شافي نتينا؟ وميمة تبارك الله عليكم الله يحفظكم اخوتي كوبو ما كتعرفو ملي كيطيح الليل كتبقى شي كاليتي تصويريه لكن ما صفى لي هذا استعنا بالكاميرا باش نكملو الختام كما شفتو ديك الفيديو اللي فات ديال ديك الناس علاش قلت المره الاولى في الفيديو وعاودتها في وسط الفيديو ودابا كنعاود يعني اي واحد طلع من الجبل ماشي ضروري يكون تيدغي عنده ما يتلاقى مع العيال بحال هادو وعنده يحاول يطلع معاه شي حاجه ولو غير حلوه بسيطه فهمت كيف ضابنا 18 الكيلومتر 8 ساعات د الخلفه وغنخلي لكم النماد الوالد ديالو النماد الوالد ديالو اكيد هنايا يعني اي واحد بغى يجي ازيلا طلع انت دغيا خصو شي كيد راه الوالد ديالو من احسن الكيد اللي كاينين هنايا وهو بيدو كيد هو باص وكيد واخا صغير تبارك الله ما شاء الله عليه ولكن عارف كلشي حافظ الدنيا السلام عليكم اخوتي